وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج في كل سماء طرقها من السماوات السبع كان الأنبياء والملائكة يرحبون به عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يقول له الأنبياء في كل سماء؟ ماذا قال له عيسى؟ ماذا قال له زكريا ويحيى؟ ماذا قال له إدريس؟ ماذا قال له يوسف؟ ماذا قال له موسى وهارون؟ كما جاء في صحيح البخاري ومسلم في كل هذه السماوات ذكر هؤلاء الأنبياء. في كل سماء طرقها النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء يرحبون به ويقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. أخوة حتى بين الأنبياء، أنبياء معصومون، هم والله ما يوجد أحد، الوحي ينزل إليهم، ومع ذلك لا يستغنون عن الأخوة. في كل سماء مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم الأنبياء إخوة ودينهم واحد. الأنبياء إخوة ودينهم واحد. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن إخوانه الأنبياء كان يقول ذاك أخي فلان، رحم الله أخي فلان، لولا أني تذكرت كل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بذكره للأنبياء يذكر أخوتهم له وأخوته لهم عليهم الصلاة والسلام. إذا كان هذا المعنى الآن نحن نستحضره لابد إذن أن نجعل له معنى نعيش به نحتاج إليه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى إذا نحن فهمنا وسلمنا وآمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء إخوة ودينهم واحد، إذن يتحتم علينا أن نسلم بنتيجة تقول الأولياء إخوة وطريقهم واحد. هذا الاستنتاج استنتاج إلزامي، لأنه لا يوجد ولي من أولياء الله الصالحين يصل إلى درجة الولاية ما لم يكن متابعا للأنبياء. وغالبا عندما نقول الأولياء هو مختصر لكلمة مقصود منها العلماء الربانيون، لأن غالب الأولياء تأتي ولايتهم من هنا، العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ كي تستمر الدعوة إلى الله. وراثة النبوة لماذا؟ كي تستمر خدمة هذا الدين العظيم. لأجل الدين أرسل الله الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولأجل الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ولأجل هذا الفهم قال الصالحون ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلما. حتى يفترضون لو أنهم اتخذوه، لو أن الله عفوا اتخذه لا شك أن الله علمه. لذلك يذهب العلماء إلى أن الراجح بأن سيدنا الخضر كان من الأنبياء. لم يكن سيدنا الخضر وليا
إنما كان نبيا وليا. لم يكن كما أن سيدنا موسى لم يكن وليا فحسب، إنما كان رسولا وليا. حاشا لله أن يحوج نبيه ورسوله إلى ولي. ما أحوج الله سيدنا موسى إلى أن يسأل الخضر إلا لأن الخضر من أنبياء الله، معصوم يسأل معصوم، موحى إليه يسأل موحى إليه، كل له شريعة وأحكام، كما أن شريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، كما أنهما عليهما الصلاة والسلام تختلف شريعتهم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكذلك شريعة موسى تختلف عن شريعة الخضر عليهما الصلاة والسلام. والدليل سهل جدا، عندما ينص القرآن الكريم أن سيدنا الخضر يقول وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، إذن عن أمر من؟ ما يبقى إلا أمر الله، ومن أين لك أمر الله لولا أن الله أوحى إليك به؟ إذن لا شك عندنا أن سيدنا الخضر كان من الأنبياء. طريق الأنبياء طريق أخوة، وطريق الأولياء طريق أخوة، لأنهم على أقدامهم، لأنهم على أقدامهم وورثتهم. إذا كان ذلك هكذا، إذن لا شك أننا نسلم بهذه النتيجة التي نقول الأولياء إخوة وطريقهم واحد، كما أن الأنبياء إخوة ودينهم واحد. هل يوجد فرق بين الطريق والدين؟ لا يوجد فرق، الدين هو الطريق والطريق هو الدين. كيف؟ الدين يدين الإنسان به، والطريق تطبيق هذا الدين الذي اعتقده وآمن به. إذن الطريق هو التطبيق عملي لهذا الاعتقاد الإيماني الذي اسمه الدين. من أجل هذا كان لكل زمان نبي، ولكل أمة نذير، ولهم شريعة وشرع وحكم وأحكام. ثم بعد ذلك جاء ورثة الأنبياء، فكان الأولياء العلماء الربانيون الصلحاء أيضا لكل ولي منهم منهج، هذا يعلم أحبابه على ذكر الله بالخفاء، وهذا يربي أحبابه على ذكر الله بالجهر، وهذا يربي أحبابه على نزع الأحقاد والأحساد من القلوب، وهذا يربي أحبابه على الهمة في الطاعة والعبادة وقيام الليل وصيام النهار، وهذا يربي أحبابه على عدد معين من الأذكار والأدعية، وكل واحد له منهج في تربية أحبابه، لكن المقصود واحد وهو خدمة هذا الدين العظيم، دوام وراثة النبوة، استمرار هذا الخير في الأرض، لأنه إذا انقطع قامت الساعة، لو خليت قلبت. حيثما وجدنا الصالحون في وجدنا الصالحين في أرض الله اطمأنت قلوبنا أننا لسنا في زمن القيامة، لأن القيامة لا تقوم في الأرض أولياء، القيامة لا تقوم في الأرض صلحاء، القيامة لا تقوم في الأرض ذاكرون. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم القيامة وعلى الأرض من يقول الله الله. دوام ذكر الله الله على اللسان وفي القلوب هو أمان لأهل الأرض، لأن مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله.
لطالما هناك من أهل التربية من يربي الناس على ذكر الله ظاهرا وباطنا، إذن لا تقوم الساعة، إذن نحن لسنا في زمن القيامة. كل هذا جاء ببركة التذوق للأخوة الإيمانية، سواء بين الأنبياء أم بين الأولياء. إذن نحن المؤمنون بالأنبياء والمؤدبون المحبون المتبعون للأولياء أجدر بنا وأحرى أن نتذوق هذا الطعم وهذا المعنى، فنستشعر المحبة الإيمانية بيننا والأخوة الإيمانية بيننا، ليس بالتكلف، إنما هي جزء من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. Jadi, kalau di sana, jelaskan kepada kita bahwa